رحلت عن عمر حوالي 92 سنة. هذه الإذاعية التي ملأت الدنيا بكلامها وبرامجها، وكان من أبرز هذه البرامج برنامج على الناصية. الإذاعية الراحلة قدمت الكثير من البرامج، كانت أول من قدم فوازير رمضان في الإذاعة. ظل اسمها مرتبط بوجدان المستمعين في برنامج على الناصية اللي كانت بتقدمه أيضا في البرنامج العام، وطافت به كل أنحاء مصر. كانت أول امرأة ترأس إذاعة في مصر وهي إذاعة الشرق الأوسط سنة 64، وتدرجت في المناصب إلى أن وصلت إلى منصب وكيل وزارة الإعلام وبعدين مستشار لوزير الإعلام، وظلت هكذا بعطائها لفترة طويلة. والحقيقة لا يستطيع أي إعلامي أو حتى أي مواطن عرف هذه السيدة الحديدية إلا أن يترحم عليها ويثني على أدائها ودورها الوطني على مدى سنوات طويلة. آمال فهمي تقدم لكم على النصية. سيداتي سادتي، صباح الخير، أحييكم من القاهرة. بدأنا جولتنا وده كان أول لقاء على الناصية.